فقط أزمة الأسعار والزلازل، فما هي أسرار النبوءة الصعبة التي تنتظرها مصر؟ ماذا ستفعل الحكومة والشعب حال صدقت تلك التوقعات التي أتت هذه المرة من خبير على علم؟ وهل سينتظر المصريون قرارات صعبة؟ مصر تنتظر أزمة مرتقبة مصدرها الفضاء، تلك كانت نبوءة علمية لأحد الخبراء العرب. النبوءة هذه المرة ليست مؤسسة على خيالات عرافين أو توقعات محللين، لكنها مدعومة علميا. المصدر وكالة الفضاء العالمية والدراسات البيئية، أما العالم فهو أستاذ علم هندسة المعادن والبيئة في الجامعة الأردنية الدكتور أحمد الملاعبي. الرجل يرأس أيضا مركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية ولديه دراسات عدة. وأثار الحوار الذي أدلى به الخبير الأردني إلى قناة RT حالة من الجدل الكبير بشأن مصر، حيث يتزايد القلق بتوثيق ملاعبة تنبؤاته بالأدلة المستندات العلمية المحايدة. ستطال الأزمة احتياجات المصريين من المياه والغذاء ما لم يتم حسمها سريعاً قبل فوات الأوان، حيث يربط الخبير الأردني بين الأزمات المرتقبة وما بين أوضاع الثروة المائية الراهنة. وحال صدقت تلك التوقعات، سيكون أكثر من 100 مليون مصري في مواجهة صعبة. نقص المياه هو السيناريو الأكثر حضوراً في تلك الأزمات، والتي ستكون بدايتها نهر النيل ذاته الذي بات عرضة لأخطار السدود المقامة عليها، وأبرزها التي يباشرها الجانب الإثيوبي. فهل تملك الحكومة المصرية حلولاً أكثر سرعة لاحتواء أزمة قبل أن تتم؟ بينما يطالب الخبير الأردني بسرعة حسم القاهرة لملف المياه، أظهرت التحركات المصرية الأخيرة أن ثمة خطط واضحة المعالم قد جهزتها مصر مسبقاً للتعامل مع الملف الوجودي الأخطر. وأغلقت مصر ملف التفاوض بشأن سد النهضة، ووجدت التأكيد مؤخراً أن الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى سيكون هو المستحيل بعينه، فضلاً عن اتخاذ مصر العديد من الإجراءات بشأن ملف الثروة المائية وتحلية المياه. وهو الأمر الذي جدد الخبير الأردني النصيحة بضرورة الاهتمام به على النحو الأمثل. لكن الخبير الأردني يرى أن المشروعات التي بدأتها مصر بشأن تحلية مياه البحر تتطلب مشروعاً إضافياً شاملاً، ويضمن توفير الحماية والضمانات الكافية لعدم دخول البلاد في مواجهة مع العطش والجفاف الذي يؤثر على المزروعات وإنتاج المحاصيل الزراعية. وتأتي توقعات الخبير الأردني بعد مرور شهرين من توقعات وزير الموارد المائية والري المصري هانس ويلم عن خطوات عاجلة لمواجهة شح مائي مرتقب بسبب الزيادة السكانية، حيث تأتي تلك الإجراءات شأن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وفقاً لروسيا اليوم. وتشمل خطط مصر لمواجهة تلك السيناريوهات بحسب وزير الري مشروعات للتوسع الزراعي، تحقيق الأمن الغذائي، ومواجهة التصحر، مثل مشروعات بحر البقر والمحسمة، ما يعني أن مصر تباشر تحركات فعلية على الأرض بشأن ذلك الملف الأشد تعقيداً في تاريخها. والصور الموثقة من وكالات الفضاء بشأن الأخطار المحتملة على مصر لم تعد مادة علمية في دوائر البحث العلمي، تستدعي إجراءات حاسمة بشأن الحقوق المائية والتاريخية لمصر في نهر النيل. ولعل القاهرة وضعت خططها المسبقة لحسم أزمة تحاول دولة متشاطئة في نهر النيل أن تفرضها على المصريين بسياسة الأمر الواقع.